السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ازاي اضيف الانارة للمشروع بتاعي على الفاكتور ووركس. فاجي هنا في الفيزواليزيشن واقول له انا عايز اضيف انارة، ممكن تضيف اللايت ديت. هتبدأ تحدد المكان بتاعك وتبدأ تشوف انت هتبص في انهي اتجاه، وبعد كده تشوف بقى التايم ديسبلاي بتاعك 12 ساعة 24 ساعة، عايز على شكل كولون او دوت، عايز التو دي جرافيك هيبقى عامل ازاي، اللوكيشن، وبعد كده هتقول له اوكي. وبعد كده هتقول له بقى انا عايز اظبط الليارات، عايز اظبط الاكس واي وزد بتاعتك، عايز الروتيشن. كل دي اعدادات عشان تغير الاعدادات بتاعت الاناره. الروتيشن تقدر تعدل هنا تاني، تقدر هنا تعدل التايم او الدي او المانث، او تعالى هنا في السولار انيميشن وتبدا تعدل، فتلاقي الظلال والشمس بتعدل زي ما انت عايز. ده هنا كده انا بعدل في الشمس، لا ده ممكن اعدل بالفيو السن تو لاير او دوت، بس انا في الغالب بستخدم اول واحده الصنة ديت. وتبدا تعدل بقى، تقول له مثلا الحاجه دي هتبقى من شهر في شهر مثلا كذا ويوم كذا والساعه كذا، بحيث ان انت تشوف شكل الزرار هيبقى عامل ازاي، لان ممكن يكون في مبنى مضلل على مبنى تاني وحاجب عنه شمس. فتبدا تدرس شكل المبنى قبل ما تبدا تخش في التفاصيل بتاعته.